دكتور، لديك كتاب، يعني كتبت كتاب رائع بعنوان اللغة بين الله والشعراء، صح؟ يعني في اللغة الإنجليزية هذا الكتاب Language Between God and The poets. the Poets، صح؟ ما هو الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب؟ يعني لو أنا أقول لك، يعني أنت يمكن لك أن تلخصه تلخيص، يعني summary of this book. التلخيص صعب، صعب، يعني التطويل ممكن، يعني نعم والله ولكن صعب جدا. ماذا أستطيع أن أقول مثلا؟ إنها يعني الموضوع الرئيسي هو اللغة، يعني وكما قلت في عنوان الكتاب، يعني فهم اللغة كأنها جزء من العالم والخلق كله، يعني فاللغة بالحقيقة ما بين الله والشعراء، الشعراء يستعملون اللغة يعني نعم باللغة العربية، يعني بما يسمى الشرق الأوسط. ويستطيع الشاعر الجاهلي، الشاعر الأموي، الشاعر العباسي أن يستعمل اللغة في الشعر لكي يصف الخمر، يعني لكي يصف يعني الحصان والجمال الحصان و... والناقة نعم والمرأة، يعني لكي يصف كل شيء، يعني ليس نعم لها أي علاقة يعني بالإسلام نعم ولا متفقة بأخلاق نعم لا لا ولا بالفقه صح نعم ولا بالقوانين والحدود، يعني ولكن استعمال اللغة. وبنفس الوقت يعني يقول الله تعالى في القرآن، إنه القرآن بلسان عربي مبين، مبين فقد اختار يعني القرآن اللغة العربية لكي يفهم الخلق يعني بما يقاله. وطبعا يعني لا أريد أن أقول إنه في إن إن إنها من الشرط أن يكون تباين بين الشعراء والراب، لأنه من ناحية الدين قد خلق الله الشعراء، حتى نعم قد خلق الله شعراء الجاهلية، نعم يعني طبعا خلق الله طبعا شعراء المسيحية، يعني كلهم من شعراء خلق الله. الملحدين أيضا الذين لا يؤمنون بأي شيء بالضبط. فبالتلخيص كتبت كتاب في القرن يعني عن ما كان كيف كان الخطاب بالنسبة للغة بين هاتين النقطتين بالقرن الخامس هجري، الحادي عشر ميلادي، عند علم اللغة وعلم الكلام والفلسفة ونقد الشعر ودراسات إعجاز القرآن. فهكذا. وأنت ذكرت في هذا الكتاب ابن سينا و الجرجاني، عبد القاهر عبد القاهر الجرجاني. الجرجاني، وابن فورك، ابن فورك ابن فورك، الإصفهاني. والرابي هو الراغب الراغب الإصفهاني. الأسفاني، صاحب المفردات، صاحب مفردات القرآن. أي نعم.